صاحب الحساب اللي بنتكلم عليه النهاردة بيدعي انه استيقظ داخل مستشفى في اسبانيا فاقد للذاكرة ومش عارف ايه اللي حصل له، ولما فاق لاحظ ان المستشفى ما فيهاش ممرضين ولا ممرضات ولا مرضى ولا فيها حد خالص. خرج من المستشفى عشان يتحقق من الموضوع ولقى ان مفيش عربيات بتتحرك في الشوارع ولا في حد في الشارع اصلا ولا في حتى طائر طاير في الهواء. وطبعا نشر الفيديوهات بتاعت الحاجات دي على التيك توك وعملت مشاهدة عالية جدا. في ناس ممكن يقولوا ان الشخص ده صور المقاطع دي فترة الحظر، لكن الموضوع مش بالبساطة دي، لان كل ما هتتابع مقاطع اكتر للشخص ده كل ما هتحس بالرعب، لان الناس بدأت تتحدى انه يزور اماكن وبدأ ينفذ تحدياتهم عشان يثبت ان الفيديوهات دي مش قديمة. والموضوع كبر لدرجة ان قناة تلفزيونية تحدته، وهحكي لكم ايه اللي حصل ساعتها. في تحدي جاله انه يروح المستشفى اللي فاق منها، ولما راح كانت مفاجأة للناس، مفيش استقبال، مفيش اطباء، مفيش ممرضين ولا مرضى. معقولة في مستشفى هتكون فاضية كده حتى في فترة الحظر؟ الغريب ان كل الاجهزة الالكترونية كان مكتوب فيها ان التاريخ هو سنة 2027، لكن كل شيء ملموس مكتوب فيه ان التاريخ 2021. دماغك هتلف دلوقتي. الموضوع كله عامل زي ما يكون فيه عالم موازي، الشخص ده انتقل كده لعالم موازي في 2027 واحنا في 2021. يعني حاول تفهم كده الموضوع مع نفسك. طبعا ممكن حد يقول ده معدل في التاريخ، وفعلا التفكير ده جاء لواحد من المتابعين بتوعه وقال له اسأل جهاز إليكسا تاريخ النهاردة كام. اللي مش عارفين جهاز إليكسا ده جهاز تبع جوجل كده، حاجة زي سيري بتاع الايفون. من الاخر جهاز متصل بالانترنت، مش هينفع التعديل فيه لانه بيقول اي جواب من الانترنت على مستوى العالم. وفعلا سأل إليكسا في فيديو وكانت الاجابة ان التاريخ 21 مارس 2027. التحديات زادت، وكان بيطلب منه ان يروح اماكن معروف ان فيها ناس كتير جدا، خصوصا ان الشخص ده ساكن في مدينة فالنسيا الاسبانية اللي عدد سكانها 2.5 مليون نسمة. فتخيل انك بتتمشى في شوارع فالنسيا، استحالة ما تقابلش حد يعني، ولكن كان بيتمشى في الشوارع وما كانش بيبقى في حد. مش بس الاماكن العادية، ده راح لمعالم تاريخية زي الكنائس القديمة في اسبانيا اللي على الاقل هيكون فيها امن يحمي التراث والمقتنيات اللي فيها، ولكن للأسف راح وكانت فاضية تماما. جاله تحدي انه يروح المطار وقدر يروحه، ولما دخل القاعة ما كانش فيه حراس ولا فيه حد، والغريب انها كانت مجدولة ببعض الرحلات. طب مين اللي بيمشي الرحلات دي ومين اللي بيحمي المطار؟ الله اعلم. مش بس كده،